احتفل اليوم اتحاد عمال تونس باليوم العالمي للشغل في ولاية القصرين وبحضور أمينه العام الذي أكد أن الهدف الأساسي للاتحاد هو الدفاع عن الطبقة الشاغلة المهمشة في كل المجالات. نحتفل اليوم مع سائر شعوب العالم بغرة ماي 2015، ايش معناها؟ نحبوا معناها نوروا للرأي العام سواء في تونس او خارج تونس اللي القصرين راي ما فيهاش الارهاب اللي يحكوا عليه والمشاكل اللي معناها اللي يتحدثوا عليها. اتحاد عمال تونس معروف ككل النقابات في العالم وانه يدافع على الشغالين، يدافع على معناها خاصة العمل الهش هذا عنده معناها تأثير سلبي على نفسية العامل، عنده تأثير سلبي على العائلة وخاصة في جهة القصرين. عندنا توا أكثر من 17,000 عامل في الحظائر ثم في الآليات الكل. رسائل بالجملة وجهها أعضاء الاتحاد إلى السلطات الجهوية والوطنية بضرورة بعث مشاريع تنموية للحد من آفة البطالة. حبينا نوصلوا برشا رسالات، الرساله الاولى وان ولايه القصرين هي كما قال الاخ تو الكتاب العام الجهوي لاتحاد عمال تونس، وانا حضن ليس الارهاب وانما حضن ينتظر الاستثمار وينتظر التنميه وينتظر التشغيل، لان على نسبه البطاله وعلى نسبه الفقر ونحن مرت بنا فترات طويله وقرون طويله من الفقر والتهميش والاقصاء، وحبينا الرساله دي نوصلوها للحكومه ونوصلوها للراي العام وان ولايه القصرين هي يعني تستقبل الزوار وتستقبل الاحتفال الاعياد هذه اللي هي تعتبر ذكرى عالمية. نطالب الحكومة أن يكون عندهم أجر أدنى مثل الأجر الأدنى الصناعي، أن يكون عندهم معناها تغطية اجتماعية، أن يكون عندهم تقاعد مثل المؤسسات الأخرى، وأيضا أن العمل الهش هذا يكون عمل معناها مترسم على طول معناها ثم أن نطالبوا أن يكون في القصرين زادة باش تكون عندها معناها مؤسسات صناعية باش تنقص من هالبطالة. الاحتفال اختتم بتكريم العسكريين والأمنيين المرابضين في جبال القصرين اعترافاً لهم بدورهم الكبير في الدفاع عن الوطن والذود عنها لاجتثاث آفة الإرهاب.